خالتي نذرت ألا تأخذ زكاة مالي أو أي صدقة وهي من أهل الزكاة، فهل أخرج زكاة مالي؟ نعم. يقول نذرت خالتي ألا تأخذ زكاة مالي أو أي صدقة وهي من أهل الزكاة، فهل أخرج زكاة مالي لها أم ماذا أعمل وقد نذرت وهي في حالة غضب؟ النذر هذا فيه كفارة يمين، تكفر كفارة يمين وتأخذ الزكاة إذا كانت محتاجة، تكفر كفارة يمين وتأخذ الزكاة إذا كانت محتاجة لها. نعم.